ودعت المملكة المتحدة والعالم الملكة إليزابيث الثانية خلال جنازة مهيبة في لندن، شارك فيها المئات من قادة العالم تكريما لملكة كرست سنين عهدها 70 لإشراق التاج البريطاني. ووريت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وينزور بعد حداد وطني امتد 10 أيام تخللته مراسم تكريم وطقوس تعود لمئات السنين. ومع دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تغيب شاهدة بارزة على أحداث القرن العشرين، عاصرت خلال سنين حكمها التي استمرت 70 عاما تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الحرب الباردة والتحول التكنولوجي المذهل في العالم. وقلعة وينزور هي المثوى الأخير أيضا لأكثر من 12 من الملوك والملكات الإنجليز والبريطانيين، ودفن معظمهم في كنيسة القديس جورج، ومن بينهم هنري الثامن الذي توفي عام 1547. And aided by angels and archangels and all the armies of the heavenly host, may thy portion this day be in peace and thy dwelling in the heavenly Jerusalem. ونقل نعش الملكة إليزابيث من قصر وينزور إلى قصر وينزور، المحطة الأخيرة لترقد إلى جانب والدتها.